بسبعة إلى ثلاثة أصوات قرر المجلس الدستوري إبطال نيابة النائب ديما جمالي دون أن يعلن فوز المرشح صاحب الطعن، قرار أثار العديد من الأسئلة. فلماذا أبطلت نيابة جمالي؟ لماذا لم يعلن فوز المرشح طه ناجي؟ ولماذا الانتخابات الفرعية؟ المجلس الدستوري استند بهذا القرار إلى أنه الفارق كتير بسيط بخلاف ما هو شائع. الفرق كان مش سبع أصوات ولا صوت، الفرق كان هو 0.7 من الصوت، وبالتالي بما أنه هذا الفرق كتير قليل لقى المجلس الدستوري أنه ما بيسوى يعلن فوز أحد المرشحين، بل ذهب إلى الانتخابات. هلا أوكي، يقال أنه القانون أو قانون الانتخاب قال الكسر الأكبر بمعزل إذا كان صوت أو صوتين أو 10 أو 100، هذا بنص القانون، لكن يبدو أن المجلس الدستوري راح إلى مبدأ العدالة وصحة التمثيل. وبعد هذا القرار باتت طرابلس أمام معركة انتخابية، إلا أن المشهد الانتخابي وأحجام الأحزاب السياسية لم يتغير كثيراً، فكيف ستكون المعركة استناداً لأرقام انتخابات 2018؟ بال 2018 وصل عدد المقترعين إلى حدود 90,000، توزعت على القوى السياسية كما يلي: يعني لائحة العزم 30,500، المستقبل ومحمد الصفدي 26,600، الكرامة الوطنية 16,500 تقريبا، اللواء أشرف ريفي بحدود 8,000، الجماعة الإسلامية ومصباح الأحزاب 3,300، كمال الخير والتيار الوطني الحر كانوا بحدود 1,300، وفي كلنا وطني 2,200. إذا صار في تحالف ما بين التيار المستقبل وتيار العزم بيكون صار عندهم أرجحية استنادا لهيدي الأعداد اللي ذكرتها، وبالتالي بتكون المعركة صارت شبه محسومة. إذا تيار العزم كان على حياد، وبالتالي بتبقى قوة لتيار المستقبل عنده قوة، فأنا ما بقدر استبق النتائج قبل ما أعرف شو التحالفات، فالتحالفات هذه الأحجام القوى اللي ذكرناها هي اللي بتحدد النتيجة. وإذا كان المشهد الانتخابي لم يتغير، إلا أن هناك فوارق عملية يمكن تسجيلها بين انتخابات 2018 على أساس القانون النسبي والانتخابات الفرعية على أساس القانون الأكثري. ففي حال جرت الانتخابات قبل 30 آذار لن يكون هناك ناخبين جدد، في حال جرت بعد 30 آذار تتجدد القوائم الانتخابية ويتم شطب المتوفين وإضافة من أصبح له حق بالاقتراع. ليس هناك مراكز اقتراع للمغتربين في بلاد الاغتراب، الحل الوحيد هو أن يأتوا إلى لبنان للمشاركة بعملية الانتخاب. ليس هناك لوائح مطبوعة سلفاً للمرشحين، فبحسب النظام الأكثري وزارة الداخلية ليست ملزمة بتحضير لوائح بأسماء المرشحين وصورهم.